مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية التشادية. استضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم الثلاثاء الماضي ملتقى الاستثمار التشادي الإماراتي، وذلك بحضور عدد من الوزراء ورجال العمل التشاديين والإماراتيين. موفدنا إلى هناك أحمد أدم ومزيد من التفاصيل. دخلت العلاقات التشادية الإماراتية مرحلة جديدة في مسيرتها، ويأتي انعقاد هذا الملتقى وهو ملتقى الإمارات تشاد للاستثمار ليكون فرصة لتعريف مجالات فرص الاستثمار والقوانين الخاصة في تشاد، وهو أول ملتقى من نوعه بين البلدين. ترأس الوفد التشادي في هذا الملتقى وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي حسين إبراهيم طه، وحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين. كلمة الافتتاح كانت مع وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وبعد ترحيبه بالوفد التشادي عرض حجم التبادل التجاري بين الإمارات وتشاد، والذي يزداد سنويا وهو ما يشجع لدعم الاقتصاد والاستثمار في البلدين، وأضاف أنهم يتطلعون لاستكشاف فرص الاستثمار في تشاد. الوزير الإماراتي أشار إلى ما وصلت إليه بلاده في هذا المجال. أما كلمة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي حسين إبراهيم طه، فباسم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو شكر دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا لاستضافتهم لهذا الملتقى، وأضاف أن انعقاد هذا الملتقى يأتي بعد شهرين من لقاء قائد البلدين، وهو أول ملتقى من نوعه للتطرق لزيادة حجم التبادل إلى أكثر مما هو عليه الآن، وهناك اتفاقيات توقع لتعزيز ذلك خاصة في مجال التأشيرات وحماية المستثمرين. وكلمة وزير التنمية الصناعية التجارة وتطوير القطاع الخاص أشار فيها أولا بما وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى العالم، لذا تمنى أن تنقل هذه الخبرة إلى تشاد، وركز على مناخ الاستثمار في تشاد والجوانب القانونية التي تتيح للمستثمرين. الجلسة الأولى شهدت التوقيع على اتفاقية بين تشاد والإمارات العربية المتحدة، الأولى بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بأبوظبي ومجلس أرباب العمل في تشاد، والاتفاقية الثانية كانت بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بأبوظبي وغرفة التجارة والصناعة في تشاد. هذه الاتفاقية تتمحور حول تسهيل العمل بين هذه المؤسسات التجارية، ومن ثم بدأ العرض لمختلف مجالات فرص الاستثمار في تشاد لصالح رجال الأعمال الإماراتيين. وبعد مناقشات بين رجال العمل التشاديين والإماراتيين دامت يوما كاملا، خرج الملتقى ببيان ختامي قرأه وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي حسين إبراهيم طه. نستمع عليه في ميكروفون الزميل أحمد أدم. الملتقى انعقد 3 أو 4 أيام بعد ملتقى باريس التنمية في تشاد، وكان الملتقى ناجح جدا، وكمان هذا الملتقى اليوم مرحلة جديدة من النجاح للباهر للتشاد في العالم يعني. وطبعا بتوصيات بتعويينات من رئيس الجمهورية جينا هنا لنقود الملتقى كوفد تشادي، فالحمد لله الحضور كان كثيف. رجال الأعمال التشاديين والإماراتيين حضروا في هذا اللقاء مع وزير الاقتصاد الإماراتي، افتتحنا الملتقى وكان ناجح جدا الحقيقة، لأن كل الوزراء التشاديين اللي حضروا معنا قدموا للإماراتيين للرجال الأعمال الإماراتيين كل ما لدى تشاد من فرص للاستثمار، قدموا كل المعلومات للإخوة الإماراتيين ليستثمروا ويجوا في تشاد ويستثمروا إن شاء الله في القريب العاجل. فبعد الاجتماع كان تمت لقاءات بين الوفود بين رجال الأعمال التشاديين ورجال الأعمال الإماراتيين، وحتى وقعت بعض التفاهمات يعني في الكهرباء في مجالات أخرى. كان لقاءات مهمة، وكان هدرنا مع زميلي وزير التجارة، ووقعت اتفاقيات مهمة جدا إن شاء الله. فعلى كل حال هذا المؤتمر هذا الملتقى ناجح بكل المزايات، وإن شاء الله هيتجدد يجدد هذه اللقاءات مثل هذه اللقاءات
مع الإمارات ومع الدول العربية الأخرى لنعرف تشاد، لنعرف الفرص الاستثمار في بلادنا، لأن الفرص متواجدة وكثيرة. فلازم الإخوان العرب وجيراننا يعرفوا ما هي ثروات تشاد ويستثمروا فيها، وهذا كله في تقدم ويسوق في سياسة رئيس الجمهورية أنه هو لرفاهية وتنمية تشاد إن شاء الله.